بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة ثورة اللينكس وموقع مجتمع أسس. إن شاء الله هذا أول جزء حيكون في سلسلة شروحات نظام آرش لينكس. طبعا الجزء الأول حيكون طريقة الحصول على ملف الآيزو الخاص بنظام آرش، وايضا حنشوف طريقه ايضا حرق ملف الايزو على الفلاشه، ثم نبدا بعد ذلك طريقه التنصيب خطوه بخطوه. اولا نتعرف على طريقه الحصول على ملف الايزو الخاص بنظام ارش لينكس. هذه طبعا مدونه ثوره اللينكس، وهي مدونه خاصه بشروحات لينكس والبرمجيات الحره ويونكس. مدونة تحتوي فقط على برمجيات حرة وأنظمة تشغيل لينكس. أيضا هذا هو مجتمع أسس، هو مجتمع حر يهتم بالبرمجيات الحرة. إذا كان عندك أي موضوع أو أي نقاش ممكن تفتح موضوع في هذا الموقع المجتمع، وحتلقى الدعم إن شاء الله من الإخوة المتواجدين في مجتمع أسس. هذا هو الموقع الرسمي الخاص بآرش لينكس. الآن للحصول على ملف الآيزو نجي على خيار داونلود. الآن عندنا خيارين للحصول على ملف الآيزو، أو طريقتين بالمعنى الأصح على الحصول على ملف الايزو. الطريقة الاولى عن طريق الحصول على ملف تورنت، او الحصول عن طريق رابط مباشر اللي هو HTTP Direct Download. فحنشوف الطريقتين كلها. حناخذ الطريقة الاولى هي الحصول على ملف تورنت. نضغط على هذا الخيار، لاحظ الان ملف التورنت نزل. فقط الان نتوجه الى داونلود. هذا هو ملف التورنت الخاص بنظام آرش، فقط تضغط عليه. طبعا يكون عندك برنامج تورنت منصب. لاحظ حجم الملف 548 ميجا، حيبدأ في التحميل والتنزيل. اما الحصول عن طريق رابط مباشر اللي هو HTTP، فعندك هنا يعني ممكن تختار من قائمة الدول اقرب دولة لك عشان يكون التنزيل سريع. طبعا نشوف طبعا مجموعة دول كثيرة. مثلا انا اخترت سيرفر امريكي، فاضغط عليه فينقلني الى الـ FTP. الان لاحظ آرش لينكس 2017، هذا اخر اصدار. طبعا هذا الاصدار مكتوب عليه آيزو، فتضغط عليه. لاحظ يبدأ تحميل الملف مباشرة بعد الضغط عليه. بعد التحميل يكون شكل الملف الآيزو بهذه الطريقة. هذا هو ملف الآيزو الخاص بنظام آرش. ايضا قبل ما نغادر موقع آرش لازم نلقي نظرة على هذا الموقع. هذه هي ملفات او الويكي الخاص بآرش. لاحظ انستول جودي، هذا
آرش على فكرة عندها ويكي يعتبر أضخم ويكي اللي في جميع التوزيعات. الويكي يعني أي سؤال أو مشكلة لديك حتجد حلها موجودة في الويكي، لأن الويكي يعني بيتعامل له أبديت دائما، وبينضاف له مواضيع جديدة بإشراف خبراء من آرش. طبعا هذه خطوات التنصيب هي اللي حنتبعها في هذا الشرح. هذا الويكي الخاص بآرش لينكس، لاحظ كل شيء. يعني الآن أيضا يعني من الأفضل إذا كنت تستخدم آرش أو أي توزيع، دائما عندما تحصل على ملف الآيزو إذا كان عندك استفسار أو أي سؤال، فكل توزيع لديها فورم منتدى خاص بها. هذا المنتدى الخاص بنظام آرش تجي تسجل فيه، وإذا كان عندك واجهتك مشكلة أو أي سؤال أو استفسار فقط تفتح موضوع في القسم المحدد وتضع سؤالك أو استفسارك، وحتجد بدل الرد 10، لأنه هنا يعني القائمين على هذا المنتدى ناس أهل خبرة في آرش، وحتلقى أيضا دعم كبير جدا. فمن الأفضل دائما إذا كان عندك سؤال عن التوزيع أو أي توزيع أنت حاصل عليها، فأذهب إلى المصدر الرسمي لها أو إلى المنتدى الخاص بهذه التوزيعة في الموقع الرسمي الخاص بهم. كذا نكون انتهينا من هذا الجزء، وهو الجزء الأول، طريقة الحصول على ملف الآيزو الخاص بنظام آرش لينكس. إذا نقول لكم مع السلامة، ونشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني اللي هو طريقة حرق ملف الآيزو على ملف الفلاشة أو الـ CD.